مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي القناة الموقع الماروك 24 تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا البث المباشر. نتواجد بمدينة يعني المدينة الكبرى والمدينة الكبيرة من القيمة ديالها، اللي هي قيمة شبابية اللي عندها عدد كبير من الشباب اليافع، وعدد كبير من الشباب الذي ينتظر فرصا للشغل، وعدد كبير من الشباب اللي كيدق في البيبان من أجل فرص للشغل وفرص كذلك من أجل يعني مشاريع مدرة للدخل، وشباب لطموح، شباب كذلك لتابر وكذلك اجتهد من أجل أنه يلقى فرص حقيقية، من أجل أنه يدير ديماراج ديال المستقبل، والمستقبل الشبابي، والمستقبل كذلك هنا بالإقليم ديال الفقيه بن صالح في شبابه وشباب الإقليم، في تنمية الإقليم والتنمية المستدامة وإعداد التراب، وكذلك النموذج التنموي، وكذلك المجتمع من شبابه، وكذلك الشباب من المجتمع ومن المبادرات اليافعة والمبادرات الطموحة، ومن الأوراش اللي حطت الدولة من أجل أن الشباب يأخذ فرصة من أجل مشروع ولو يكون صغير، لكن يكون بتكافؤ لفرص. نعم، ضيفنا هو جمعوي، ضيفنا هو عثمان جدي الوجع اللامع في مجال العمل الجمعوي، كذلك عثمان جدي استطعت عثمان جدي أنه يخرج بواحد الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي. استطاع عثمان جدي أنه يخلق ضجة فيما يتعلق بمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة. السيد عثمان جدي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أولا أعطينا واحد النبذة على شكون هو عثمان جدي. بداية كنبغي نشكر قناة ماروك 24 على هذه الاستضافة. عثمان جدي فاعل جمعوي بمدينة الفقيه بن صالح. كيف ما سبقتي في التقديم ديالك، هو أنني تطرقت لواحد الموضوع اللي هو حساس، اللي تيتعلق بواحد الفساد، فساد اللي هو كبير وكبير 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 بزاف، يمارس داخل عمالة الفقيه بن صالح، وخصوصا بالقسم الاجتماعي ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تخلقات او اللي خلق جلالة الملك من اجل تمويل مشاريع ديال الفئات الهشة. ما نراه اليوم بمدينة الفقيه بن صالح باش تستافد من مشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاين الزبونية وكاين المحسوبية وكاين تلاعبات، وكاينين أشخاص اللي استافدوا من المشاريع تل 6 المرات 7 المرات ومبالغ اللي هي مالية باهظة. كاين آليات اللي تمولات عثمان باش نمشيو غير درجة الله يعطيك الخير. معنا ناس اللي ما كيعرفوش شنو هي لا مؤسسات البحث. انا جايك غادي نمشيو شويه بشويه الله يعطيك الخير. اعطينا في الاول شكون هي هذه المؤسسه ديال البحث والتنميه، نقولوها بالاسم علاش لا، مؤسسه البحث والتنميه والابتكار في العلوم والهندسه. هذه المؤسسه ديال البحث والتنميه والابتكار في العلوم والهندسه هي مؤسسه تتواكب مشاريع ديال الشباب اللي تتمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتمول المشاريع الشباب، وهذه المؤسسة تتواكب المشاريع ديالهم، تدير لهم دورات تكوينية، تيكون واحد اللجان اللي تيجيب مثلا واحد الشاب واحد المشروع دياله في واحد الإطار، ربما بمقاولة شركة
تيكون واحد التحديد ديال واحد المجموعه ديال المعايير اللي خاص انك باش تكون في الملف باش تقدم بالمشروع ديالك. ملي تتقدم المشروع ديالك وتتقبل في اللجنه وهذه ان المبادره هي اللي تتمول، والمواكبه تتكون من طرف مؤسسه البحث والتنميه والابتكار والعلوم في الهندسه، علما ان هذه المؤسسه ديالها الرئيس ديالها هو السيد اندري ازولاي مستشار جلاله الملك. نعم. بالنسبة للمشاريع، فين كتشوفوا السي عثمان يعني الأوجه ديال الاختلال والأوجه ديال المحسوبية والأوجه ديال الزبونية والأوجه ديال هاد الاختلالات اللي وقعت في هاد اللجنة بالضبط وفي هاد المؤسسة ديال البحث؟ بالنسبة للقسم الاجتماعي ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الفقيه بن صالح، هو كامل الاختلالات وكامل الخروقات وكامل الفساد، وتنقول هاد الكلام تنقولو تنتحمل المسؤولية ديالو، وتنطالب من السيد وزير الداخلية لفتيت أنه يبعث لجنة لمدينة الفقيه بن صالح تبحث وتنبش في الملفات داخل القسم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الفقيه بن صالح القسم الاجتماعي، لأن كاينين هناك أشخاص كل عام تيستافدوا، كاين اللي ولا تيترزق من هذا الشيء، كاينين السمسارة داخل عمالة الفقيه بن صالح اللي تيسمصروا هذا الشيء، راه كاينة آليات اللي تشرات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتباعت، كاينين ناس اللي استافدوا ستات المرات سبعة، ما بقاتش ما عندهم حتى خدمة إلا الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وباش نرجعوا لهذه المؤسسة ديال البحث والتنمية والابتكار والعلوم في الهندسة، ترفضوا ملفات اللي هي ما طرحاتش على الصعيد الوطني، سواء برسم سنة 2020 أو برسم سنة ملفات مشاريع. نعم. نعطيك على سبيل المثال واحد الشاب تقدم، ربما داز في اللجنة الأسبوع اللي فات أو الأسبوع قبل الماضي، حط مشروع ديال ترويض ديال الفئة ديال الأطفال التوحديين، يعني هذا ملف مشروع أنه مشروع زوين، ما كانش على المستوى ديال الوطني كاع وترفض، في حين تم قبول ديال الملفات اللي فيها السمسارة. ملي تنقول السمسارة كاين السمسارة وكاين المساومات وكاين واحد المجموعة ديال الاختلالات داخل هذه المؤسسة، ولا بغى السيد أندري أزولاي يفتح تحقيق في هذا الشيء ويدار معايا انا التحقيق، نوري فين كاين هذه الاختلالات ونوري فين كاين هذه الخروقات، واحد المجموعه ديال الخروقات، مجموعه ديال الخروقات اللي تتمارس داخل هذه المؤسسه، علما انني تنهضر على المستوى ديال مدينه الفقيه بن صالح، فما خفي اعظم على الصعيد الوطني. واخا الا كانت هذه المؤسسه، باش نوضح للراي العام، تفضل، الا كانت هذه المؤسسه انها تواكب مشاريع ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كاين كما قال لي السيم درومي اللي هو المسؤول الكبير على المؤسسة على الصعيد الوطني، بأن كاينين كونترات درناهم مع شباب بغينا نمولوا لهم مشاريع من عندنا درناها على الصعيد الوطني، وغادي نديروا معاك انت نموذج من بين هذه المشاريع، وحنا اللي تنشريو الماتيريال. واش هذا الماتيريال اللي تيتشرى او اللي انتم تتجيبوه لهاد الشباب بدون تنسيق مع القسم مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، مني هاد الشركات شكون هما اللي تتجيبوا من عندهم هاد الاليات؟ واش كاينه تلاعبات شراء ديال هاد الاليات في الدوبيات؟ بغينا نوقفوا على حقائق، بغينا نعرفوا علاش كاينين الناس اللي استافدوا من هذه المؤسسه جوج المرات، وكاينين الناس اللي استافدوا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ثلاثه المرات وجوج، منهم مستشاره جماعيه داخل اقليم الفقيه بن صالح جكروا بالجماعه ديال ولاد ناصر، كاين عون قضائي، وكاين وكاين وكاين. علاش هذه المؤسسه اللي ما تتبحث سي عثمان الحجم ديال التمويلات ديال هاد المشاريع، يعني السقف مثلا؟ لا، السقف كل مشروع السقف ديالو، يعني من عطينا شي مثال الراي العام كاين المبالغ الماليه والمبالغ الماليه راه مبالغ باهظه،
اعطيني شي رقم مثلا. انا ما عنديش، كاين 15 مليون، كاين 14 مليون، كاين 10 المليون، كله باش تمول. راه المبادره راه كاين اللي تيشد، راه كاين اللي مولوا ليه مشاريع فينا هي لقى حتى حبر على ورق. نقلبوا على هذوك موالين المشاريع، ما كاينش الماتيريال حتى هو تباع. راه قلت لك لو كان ان جات اللجنه لانها تبحث داخل القسم ديال العماله راه تلقى راه كارثه. راه كاينين اسماء ديما تيستافدوا. واش هاد الناس كاينين غير هما؟ راه ما كاينينش غير هما. راه الى استافد واحد من مره من المبادره خليه فرصه لشاب اخر. راه كاينين معطلين، كاينين حاملي الشهادات العليا مساكن اللي ما لاقين لا خدمه لا والو، وكاينين باش نزيد وفين معاقين؟ معاقين مساكن هما اللي تيديروا دابا في وقفات احتجاجيه من ذوي الاحتياجات. نعم. وباش نزيد لك شيء اللي خطير وانا تنتحمل المسؤوليه ديال هذا الكلام، هو ان كاينين الناس ميسورين لاباس عليهم واستافدوا من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاينين الناس طريقة باش كيستافدوا هاد الناس السي عثمان، طريقة التحايل وبالمساعدة ديال الناس الموظفين اللي خدامين في القسم الاجتماعي ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاين تحايلات هما اللي تيوريهم الطرق وكيفاش تجيبوا هادي وهادي وهادي. راه قلت لك إلا جات اللجنة وما وقفاتش على خروقات اللي هي خطيرة، انا سبق لي قلتها وما زلت ناكدها، راه توقف على خروقات اللي هي خطيره وخطيره جدا، غير تكون واحد اللجنه تجي من وزاره الداخليه. وهذا نداء تنبغي نعاود نوجهه للسيد وزير الداخليه الفتيت بانه يشوف من حال هذه المدينه ديال الفقيه بن صالح. راه تنهبات، راه تنهبات، راه تنهبات. انا دابا تنهضر معاك من قدام مركب ديال الفروسيه باش ربما القرحه ديال المدينه اللي جعلتني باش انني نغير الموضوع. مركب ديال الفروسيه اللي تخسرت عليه الملايير. نعم. مركب ديال الفروسيه راه اللي تخسرت عليه الملايير. مولو لو سي بي للمجلس البلدي على اساس باش دار فيه فضاء يعني مقهى. تنتفاجئوا وتنسمعوا بان هذا المركب تفوت لواحد السيده اللي تتلقب مدينه الفقيه بصح المراه الحديديه، يعني تدخل العماله كلشي تيوقف ليها. شكون هي هذه السيده وما علاقتها بالعماله؟ الا كان هذا المشروع غادي تعطى لهذه السيده اللي كما تقول انه غادي يكون غادي تتعلم الفتيات الطبخ وهذه وهذه، مرحبا يتسلم لك المشروع. ولكن علاش تسلم لك انت؟ علاش هذا المشروع عندك يكون المشروع ربحي وتولي تدخل فيه الفلوس ودير قهوه ودير مطعم وتولي وتدخل فيه الفلوس؟ الا كان يدار مشروع اجتماعي ويتعلموا فيه الفتيات الطبخ اتفق معاك. احنا ماذا بنا ان وكاينين كاين التكوين، هذا الفتيات علاش ما يمشيوش يتعلموا في التكوين؟ ونعرفوا هذه السيده شحال من مره استافدات من الدعم، واحد مجموعة ديال الدعم. سي عثمان سواء لا خليني نكمل لك الموضوع. القرحه ديال المدينه اللي هزاني مني تنقول لك تنبغي اللجنه، تنبغي اللجنه انها تجي لمدينه الفقيه بصح راه توقف على واحد المجموعه ديال الخروقات اللي هي كبيره. هذا المركب ديال الفروسيه انه تفوت لهذه السيده، يعني تعطى باش انها. علاش اللي ما يتعطاش هذا المركب ويدار نادي الفريق ديال اتحاد الفقيه بن صالح اللي يدير ديبا الصينيه وتيدور تيطلب باش واللعابه ما مخلصينش؟ علاش اللي ما يتعطاش الجمعيه اللي الكره هي اللي تشدو هي الاولى؟ هاد السيده اولا ما ساكناش في مدينه الفقيه بن صالح، هي من النواحي ديال الفقيه بن صالح جو كروا قالوا من النواحي ديال سميتو، وجات وشدات هذا المشروع. علاش تعطى عليها هي بالضبط؟ هنا كاينه واحد العلامه استفهام. واشنو علاقه هاد السيده بالعماله؟ حنا ماشي حنا بغينا غير الراي العام يعرف. انا بصفتي كفاعل جمعوي كشاب من المدينه وطموح وعندي غيره على المدينه، بغينا نعرفوا غير الطرق كيفاش تتفوت لهاد السيده بالضبط. شكون هي هاد السيده اللي اصبح الحديث عليها جاري داخل مدينه الفقيه بن صالح؟ شكون هي هاد السيده اللي قال لك هاد السيده تتمشي للعماله كان ما عرفتش شكون هو اللي داخل؟ شكون هي هاد السيده اللي غادي تفوت لي هاد المركب؟ بغينا نعرفوا من المجلس علما السي فتاح
هو ان باش يتم تفويت ديال هما ربما دايرين شي شراكه ما كاينه لا سمساره، يعني باش تفوت يكون مثلا مطعم ولا يكون واحد المشروع اللي ربحي خاص تكون سمساره، خاص يكون مثلا يتناقش داخل الدوره ديال المجلس البلدي. لا لا، الاعضاء فروسهم حتى واحد ما فروسه بان هذا الشيء اللي كاين، وحتى الاغلبيه اللي مع الرئيس ما عارفاش تفاجئوا منين جات التعليمات، تيقولوا بان التعليمات جات من العماله باش ان هاد السيده يتسلم لها هذا المشروع. تفضل عندك شي سؤال سي فتاح. استفسرت على هاد الخروقات مثلا المسؤولين في الفقيه بن صالح سي عثمان. نعم. تكلمت على خروقات، تكلمت كذلك على كاين تحايل على القانون في تفويت هاد التمويلات لبعض المشاريع من المؤسسه ديال البحث والتنميه، تكلمتوا على خروقات تشوب يعني المجلس الترابي والمجلس المسير وخصوصا اسمح لي لقطتك السي فتاح، راه كاينه هناك كما سبق لي بينت في واحد الفيديو، كاينه هناك مكالمات هاتفيه ورسائل عبر الواتساب دازت ما بيني وما بين السي بدرومي اللي هو المسؤول الاول على المؤسسه ديال البحث والتنميه والابتكار في العلوم والهندسه، والسي مفيد، بان كاين هناك اتصالات بيني وبينهم على اساس كما تيقولوا هما في واحد البيان بانني انا ربما الملف ديالي ترفض، الملف ديالي ما ترفضش، لان كون كان الملف ديالي ترفض في الاول مني غادي نبغي نحط الملف ديالي غيقولوا لي ودي ما تتوفرش فيك المعايير يعني اللي مطلوبه، من بينهم مثلا السن. انا دزت معاهم كامل المراحل، قال لي غير نوقع الشراكه. الشيء اللي ما قبلتش هما انهم هما ما بغيتهمش باش يتلاعبوا هما يشريوا لي الماتيريال اللي انا قال لي حنا غنديروا معاك واحد الكونترا كما درناها مع واحد في واحد المجموعه ديال سميتو في المغرب، وعيط للسيده قال لها وجدي الشراكه اللي درنا قولي لفلانه هادشي في العماله وقدام المسؤول العربي اللي فين في قسم ديال العماله، وجدي لنا الشراكه باش اننا نوقعوا، قولي لواحد الموظفه ترسل لك نموذج من الشراكه اللي درنا بحالها في واحد المجموعه ديال المدن باش نوقعوا مع السيد. مني انت تتقول لي انا الملف ديالي مرفوض وباقي بغات توقع معايا شراكه ومكالمات هاتفيه دازت بيني وبينك ومع المسؤول السي مفيد وتتقول لي هذا؟ داروا هذاك البيان اللي داروا بيان كاذب، واللي زاد المؤسف هما ان قبل ما يكون واحد البيان اللي فيه الطابع ديال المؤسسه ديال الابتكار كانوا واحد سماصره ديال المبادره للتنميه البشريه داخلين في هذا الشيء ومستافدين، هما سماصره في الانتخابات تيصمصروا في الانتخابات، سماصره في هذا الشيء ديال المبادره، كاين منهم اللي مستافد حتى جوج المرات، منهم واحد الشخص تحايل على القانون استافد من المبادره المره الاولى عن طريق تعاونيه، شويه عاوتاني مشى اسس شركه وهو عاوتاني غادي يستافد. وكاين مجموعه العماله تفكات غالو هاد العماله، ولا اله الا الله، لا اله الا الله، حنا ماشي تنقولوا شباب طموح ما كاينين شباب كينتظروا لا شوف شوف كاينين غير عندك معينه مزيان مزيان مني الغيره على المدينه. تفضل. راه الغيره على المدينه اللي عندك مني هضر دابا عثمان جديد قولوا راه هو باغي المركب ديال الفروسيه كما قلتوا، راه الغيره ديال المدينه اللي جعلتنا اننا باش نوضوا نهضروا على هذه المدينه والشباب ديال المدينه ونوضوا، ماشي بغيتكم تنوضوا ديروا الفوضى ولا دافعوا على المدينه والجمعيات، وفينكم الجمعيات؟ فينكم المناضلين؟ ها هو مركب ديال الفروسيه اللي تعطى لمن؟ الله اعلم اللي غادي يكون مشروع ربحي. شكون هي هاد السيده؟ بغينا نعرفوا شكون هي. فينكم المناضلين الجمعيات اللي تقولوا مالكم ما تنوضوا؟ سي عثمان نعم جاي في طريق جاي لعندك من بعد ما اتصلت بك بالهاتف وجيت باش ندير معك هذا اللقاء. نعم. صادفت مجموعه من الناس واستفسرتهم على هذا الملف هذا. بالفعل اكدوا لنا جميع ما قلت. نعم. جميع ما قلت. نعم. لكن اللي يحسبوا يعني اللي جي انا وقالوه لي وبغيت نسولك عليه، قالوا بانك انت مشيتي كدق الباب ديال دوك الناس اللي ترفضوا لهم المشاريع وبغيتي مثلا هما اللي تستعمل كاداه ضاغطه مثلا ولا. هذا كلام فارغ. مني تنشوفوا كاع اللي هي مؤسسه كبرى دارت بلاغ اللي كاذب، وانا في الفيديوهات ديالي جبت الادله وكذا، وهذه هذا كلام فارغ لا اساس له من الصحه. انا عريت على واحد الواقع
على خروقات اللي تتمارس داخل المؤسسه ديال الابتكار وداخل القسم ديال 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 الاجتماعي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه داخل عماله الفقيه بن صالح. انا خليت هذاك الشيء اللي تيتقال، انا تنهضر من واقع ومن حقيقه. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا هذوك الناس الا ترفضوا لهم الملفات ديالهم شغلهم هذاك. انا تنقسم لك يمينا اما تنعرف شي واحد من هذوك الناس اللي ترفضوا لهم الملفات. سي عثمان راه كاين اللي ولا مركزي، راه كاين اللي مركزي. نعم اسمح لي انا غنسولك على سؤال. تقرير مركزي الان في المكتب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على غرار تصريحات وكذلك الاتهامات اللي اتهمتي وكذلك الدفوعات ديالك بخصوص المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بخصوص المؤسسه ديال التنميه والابتكار، بخصوص هذه التلاعبات اللي قلت حسب يعني التصريحات اللي خرجتي بها في الفيديوهات مختلفه. اليوم هناك تقرير مركزي بخصوص هذه الامور هذه. سي عثمان، هل لكم من طلبات فيما يتعلق بهذه الخروقات للجهات العليا مسؤولين كبار في البلاد؟ لا التقرير اسمح لي هم كيشوفوك دابا في هذا البث من خلال لا غير باش نعرف شنو التقرير. ما فهمتش انا، هناك تقرير واش دار تقرير على اثر الضجه اللي تخلقات ولا من وراء يعني تقرير تيديروه هما الرسوم، تقرير يديروا فيه اللي بغاو. انا اللي تنطالب وتنزيد ناكد هو فتح تحقيق او تجي لجنه من وزاره الداخليه وتنبش في الملفات والناس اللي استافدوا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. راه كاينين اسماء اللي استافدت ثلاث المرات سبعه. مستعد تعاون مع هذه الجهات العليا؟ تجي انا اتحمل المسؤوليه، وهاد الناس الا ما كانتش هضرتي صحيحه انا متابع قضائيا وتنقولها وتنتحمل المسؤوليه ديالها. الفاعل الجمعوي عثمان الجدي، كنتي معنا في هذا البث المباشر، انت شويه معصب وما نبغيكش لا ماشي لا 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 ماشي معصب لا 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 اسمح لي اسمح لي لا ماشي قاضي معصب. تفضل. انا الغيره ديال هذه البلاد اللي خلاتني اني لا ماشي تلبث المباشر ماشي انا ماشي معصب، انا تنهضر بكل طلاقه. انا الغيره ديال المدينه اللي هزاني باش انني تنتكلم، انا ما بغيتش نستافد. انا اللي قلت لك قويله كما هضرت على المركب ديال الفروسيه بانه هو غادي تمارس فيه واحد المشروع اللي هو ربحي. نعم كان خاصو يتعطى على الاقل الفريق ديال كره القدم اللي مساكن دايرين الصينيه. مني تنقول لك السي فتاح راه كاين فساد وكاين خروقات وهذا الشيء راه وقفت عليه حتى اللي جا اللي جات المجلس وهذا. تنقول لك وما خفيه اعظم، راه هذا الفقيه بن صالح ولات بقره حالو حشومه، راه حشومه هذا الشيء اللي ولات يتمارس في فقيه بن صالح. اللي كما تنقول لك راه ماشي انا تنهضر معصب، راه القرحه ديال المدينه اللي هزاني اللي تنشوف ان شي حوايج اللي هي خطيره تتمارس وكل شيء ساكت. شي حوايج خطيره تتمارس وكل شيء ساكت. كان اخر كلام ديال السي عثمان جدي، عثمان جدي الجمعوي، عثمان جدي اللي استطاع انه يخلق جدل كذلك على مستوى الصعيد الوطني وعلى مستوى الفقيه بن صالح فيما يتعلق باختلالات تشوب المؤسسه ديال الابتكار والتنميه وكذلك قسم الاجتماعي بعماله الفقيه بن صالح التابع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كنا مع هذا البت هذا، كنا مع عثمان جدي، كنا مع الجمعوي عثمان، كنا كذلك مع خروقات ديال مؤسسه الابتكار والتنميه الفقيه بن صالح. بث مباشر بالقناه ماروك 24 تي في، كنتم معنا، استودعكم الله.